بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتداول حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ادعت انه الحكم يوقف مباراة كرة قدم في كأس العالم بقطر خلال رفع الاذان، وبالتحقق من الادعاء تبين انه مضلل، اذ ان مقطع الفيديو قديم وليس خلال مونديال قطر 2022، ويعود الى 24 يناير عام 2018 عندما قرر الحكم الانجليزي مارك كلاتنبيرج وقف مباراة الفيحاء والفتح في الدوري السعودي لكرة القدم عند اذان صلاة المغرب، وامر الحكم الانجليزي عند سماع صوت اذان المغرب بايقاف المباراة لغاية انتهاء المؤذن في ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة قرب الرياض خلال دور 16 لكأس الملك السعودي بين فريقي الفيحاء والفتح بعد سماع صوت الاذان في مسجد مجاور للملعب. وانطلقت منافسات النسخة 22 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر في 20 نوفمبر بمشاركة 32 منتخبا، وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر 2022. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معكم محمد زكي.